على طاري قلتي يحسبون ان في شيء شخصي بيني وبين احد الزميلات، كيف علاقتك في الزميلات في المجال، الممثلات البنات، انا اتكلم البنات بشكل خاص، وايضا المؤثرين والمؤثرات، المؤثرات خلينا نقول البنات اللي على الساحه، لانه ما شاء الله انت اكتف كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. يس ما عندي، الحمد لله الحمد لله ما عندي أي مشكلة شخصية مع أي ممثلة، كلهم صديقاتي، بس أنا من النوع اللي ما أدخل في الناس، أخلص شغلي. صديقاتك ولا زميلات عمل؟ زميلات عمل. وبالعكس أنا أحرص أني أندمج معاهم وكذا، بس إذا خلصنا العمل سلام سلام، خلصنا طلعنا من مشهد التصوير يلا نلتقي كذا، أعتذر مو علشان شيء، بس أحس أني أنا إنسانة كثير واضحة، يعني أنا ما بكرة يطلع مني كلام ولا شيء بيقولون قالت كذا وسوت كذا. فاحنا يعني في موقع التصوير كله يكون عن العمل، نحش فلانه ونحش فلانه، بس مو بك حياتها الشخصيه، مثلا نحش الممثله الفلانيه والله ما تحفظ، تجي تغرس في المشهد اوف يا ربي، جينا مع فلانه وكذا اقول يعني اشياء سطحيه ما ندخل في شخصها، انها والله ما اخذ الدور عشان كذا، عشانها تقرب لفلانه او احد متوسط، ما لنا شغل في هذه. فهذه علاقتي انا يعني ابدا نهائيا ما يعني عندي اي مشكله مع احد. اخترتي زاره انه انت تكونين علاقاتك سطحيه مع الناس اللي في مجالك، حتى في السوشيال يعني كان في ناس كثير قريبين، بس والله ما في اي مشاكل، بس انا حبيت اني انا ابتعد. يعني الحمد لله، يعني ان شاء الله انه ما في مشاكل، لكن صراحه احييك، وبالعكس هذه خطوه جدا ذكيه، لان القرب الزايد احيانا يسوي مشاكل، خصوصا اذا كانوا في نفس المجال، وانت عارفه هذا المجال مجال الظهور والتمثيل والاعلام، وهذا كله المنافسه فيه شرسه، واحيانا تكون حتى منافسه غير شريفه للاسف، فالواحد يعني يبعد عن الشر ويغني له.